السلام عليكم. تغريدة للسيد مقتدى الصدر عنوانها الرئيسي نقلة الرد بالرفض على مطالبات عرضت عليه بإنهاء اعتزاله ومعاودة مزاولته للعمل السياسي. سيد أكد ترك الجمل بما حمل مستدركا بقول الإمام علي عليه السلام قائلا: لست مقاتلا ولا تطالبوني بقتالهم واجتثاثهم، أفأقاتل على حكم لا يساوي نعلا؟ من أي جهة هذه المطالبات غير معلوم لحد الآن، وما بين أسطر التغريدة كان الهجوم واضحا على الحكومة والعملية السياسية برمتها اللي قال السيد عنها أنها مستمرة بالفشل حتى بعد انسحاب التيار الصدري اللي كان غالبا ما يتهم بالتسبب في ذلك وإثارة الخلافات بين الأحزاب. سيد قسم السياسيين إلى قسمين، الأول فاسدين والثاني متحالفين مع الفاسدين، حتى من طالب بالإصلاح أو تحالف مع الإصلاح قبل حين، معلنا براءة التيار من الاتهام بالفساد كما ظن البعض فيه ومن حكومة الفساد كما وصفها، داعيا للاستمرار بالإصلاح والابتعاد عن الفساد. فكيف تلقاها السياسيون سواء من الذين طالبوا بعودته أو من الأحزاب الحاكمة أو من سماهم بالمتحالفين السابقين، وما هي ردة الفعل لديهم، ولماذا هذا التوقيت قبل تشكيل مجالس المحافظات؟ فهل الموضوع ارتباط بالحديث الدائر عن توافقات للإبقاء على بعض المحافظين التابعين للتيار الصدري، أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ ولماذا تحدث السيد الصدر سياسيا الآن؟ هل هي بداية عودة أم استمرار للمقاطعة؟ من جديد أحييكم مشاهدينا الكرام، وأحيي ضيوفي الدكتور مناف الموسوي الباحث في الشأن السياسي، والأستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي. حياك الله سيد مناف. حياك الله. حياكم الله دكتور. شنو قصة السيد هالمرة؟ سيد مناف شنو قصته؟ السيد ما خلى واحد كله. يعني في البيت عني جد ترحيب بك الكريم وجميع متابعي مشاهدي قناة الأيام. لا يعني يعني هو استمرار أو تأكيد على نهج السيد الصدر في استمراره في رفضه للمحاصصة، رفضه للاستراتيجية التي تقوم عليها المحاصصة، وبالتالي رفضه للأداء السياسي من قبل الكتل والتيارات الموجودة. ويعني هذا الرفض ربما تأكد في أكثر من مرة، البعض كان يراهن أو يتحدث يعني بهذه الطريقة على أساس أن السيد صدر طيب القلب ودائما ما يتراجع عن قراراته، ودائما النتيجة اليوم السيد يريد أن يثبت بأنه ليس طالبا للسلطة، إنما هو رجل إصلاح. كانت التغريدة تحمل عتبا ربما، والعتب يعني كما أقرأه أنا للقواعد الشعبية ليس عتبا للكتل السياسية، لأنه بالنتيجة القواعد الشعبية تقصد الصدرية والقواعد الشعبية العامة بصورة عامة. اليوم السيد الصدر لا يتحدث فقط على يعني جمهور الصدري معروف ب يعني بثباتيته، معروف بطاعته، معروف بالتزامه الكامل، وبالتالي أعتقد اليوم هو تحدث عن مسألة كبيرة، أن البعض بدأ يعاتبه، يرى يعني يرى أن الفترة التي اعتزل بها السيد الصدر هي فترة طويلة، وبالتالي ربما أثرت. والأغلبية التي تعاتب السيد الصدر طبعا هي من القواعد الشعبية التي ترى في السيد الصدر. لا لا عفوا، لا تكرر هذه المرة، أنا أقول من الأغلبية الصامتة. لا لا، من تقول لي عفوا، من تقول القواعد الشعبية، القواعد الشعبية تفهم على أنها قواعد التيار، قواعد الشعبية للأغلبية صامتة اليوم، تمام، العدم التي لم تشارك في الانتخابات، الأغلبية اليوم التي ترى نفسها هي المتضرر الأكبر، والتي ترى الكتل السياسية ب
بأن دورها كان ينتهي عند صناديق الاقتراع، واليوم هذه الأغلبية بدأت تقاطع سواء كانت الآلية الديمقراطية أو صناديق الانتخابات أو بقية القضايا الأخرى. أنا شخصيا مو سيد مقتدى الصدر، أنا الكثير من الأخوان من الموجود من الجمهور في الشارع، في هنالك اتصالات كثيرة دائما ما تعاتبني تطالب على عودة السيد الصدر، باعتبار أن السيد الصدر هو أمان في العملية السياسية، وبالتالي هو أيضا أمان لهذه القواعد الشعبية. بالتالي السيد الصدر أراد أن يوضح مسألة مهمة وأساسية بأنه لن يشترك مع يعني ما أسماهم هم بالفاسدين أو المتحالفين مع الفاسدين، في إشارة واضحة إلى أيضا التحالف الثلاثي والذين اليوم وبعدهم لحد الآن الإخوان من يحدثون أستاذ عماد وربعة كل ما حكوا قالوا ذولا حلفائكم، يعني هسه بجوا وياهم شكلوا حكومة وسووا إدارة الدولة وصاروا شو اسمها، وبعدهم يحسبون أنه تحالفوا في فترة من الفترات ويا التيار الصدر. فبالتالي أيضا يريد أن يبين السيد الصدر براءته من الحلفاء حتى من ذولا القدامى، حتى من الحلفاء. نعم اليوم بالنتيجة هم اختاروا الذهاب والمشاركة مع الإطار التنسيقي مع المحاصصة مع ما يعني ما إيه بس بعد وفي بعد نفس الوقت إذا سمحت لي اليوم السنة والإكراد يشتكون أنه لم تنفذ مثلا الاتفاقيات التي تمت قبل تشكيل حكومة، يشتكون من عدم وجود التيار الصدري، يشتكون من ممارسة الضغط الذي يعني يمارس عليهم، وبالتالي يعني هذا استحقاقهم هم. تمام. هم اجوه هم شاركوا بالنتيجه اليوم انا اعتقد ان السيد الصدر يوصي اتباعه من جهه ويوصي ايضا المواطنين يوصي القواعد الشعبيه بالاستمرار على الاصلاح والبقاء على الاصلاح والابتعاد عن يعني عن ما اسمهم بالمفسدين هو السيد الصدر. هذا الاصلاح من داخل العمليه السياسيه ولا من خارجها؟ لا كان يراد لهذا الاصلاح ان يكون من داخل العمليه السياسيه. اليوم بعد ما ممكن ان يكون من داخل العمليه السياسيه، لابد ان يكون الاصلاح من خارج العمليه السياسيه. تمام. كيف يتم هذا الاصلاح؟ من خلال المادة الدستورية والقانونية، التظاهرات، الاعتصامات، من خلال المقاطعة، من خلال يعني أعتقد أن هناك الكثير من الآليات التي من الممكن أن تعلن عنها القواعد الشعبية، وبالتأكيد اليوم السيد صدر هو ماضي مستمر فيها في عملية المقاطعة وعدم المشاركة. واضح. في أنا هذه الحكومة أريد أستثمر وجودك لأنه عندك التزام وتريد تطلع، فأريد ألتزم وجودك بأكبر عدد قدر من الأسئلة. أشكرك. أول شغلة انه اسباب فشل الحكومات المتتاليه هو وجود ما يسمونه بالتيار الصدري. يعني سيد واصلت لهاي القصه انه يعني الشماعه كان اي يعني انه التيار الصدري هو واحد او سبب من اسباب فشل الحكومات المتتاليه طلع التيار الصدري. وين النجاح؟ هذا يمكن اقدر اقولها بهالطريقه. شكرا جزيلا دكتور، تحية لك والجناب السيد ومشاهديكم الكرام. يعني حقيقة هسه البعض يشكل عندما ننتقد حكومة الكاظمي يقولون انت جبتوا هذا الحديث اللي يدار، انت جبتوا الأخوة بالتيار الصدري لا يتبرؤون من أي حكومة منذ عام 2003 لحد حكومة السيد الكاظمي. زين. كل الحكومات على لسان السيد الصدر وعلى لسان قيادات التيار الصدري يقولون لا يأتي رئيس وزراء إلا بموافقتنا. تمام. طيب أنا أسأل سؤال بديهي والناس تسأله، أنا لمن أجيب واحد ويفشل هو حكومتي ليش ما أتحمل المسؤولية؟ زين. ليش ما أتحمل المسؤولية؟ يعني تريد التيار الصدري يتحمل المسؤوليه؟ يتحمل المسؤوليه. زين والاحزاب الباقيه ما يتحمل المسؤوليه؟ يتحمل مسؤوليه فشل الجعفري. مو واحد يتحمل، الكل يتحمل المسؤوليه. زين. يتحمل مسؤوليه فشل حكومه الجعفري، ويتحمل حكومه المالك لسنتين، ويتحمل حكومه العبادي لسنتين. لان كان قرار التيار الصدري وقرار سماحه السيد الصدر بتسميه رئيس الوزراء هو الحد الفاصل. السيد الصدر يقول ما اقول عليه ما يصير. طيب انا هذا من يقول عليه ما يقول عليه ما يصير، وبالنتيجه يقول الحكومات فاشله، منو جاب هالحكومات؟ التيار الصدري جزء اساسي بمن اتى بهذه الحكومات. هاي قضيه. القضيه الثانيه تغريده سماحه السيد الاخيره ما بها شيء جديد الا الاشاره للمتحالفين. المتحالفين اللي تحالفوا وياه بالتحالف الثلاثي
والقضية واضحة، احنا حتى بالتحالف الثلاثي كنا نقول الأخوة السنة والأكراد تحالفهم مع سماحة السيد الصدر مو تحالف عن 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 مشروع، تحالفهم براغماتي. متى ما انتهت المصلحة يقولون سماحة السيد ثمان لا. وشفنا هذا لما عجزت عجز التحالف الثلاثي من تشكيل حكومة بجلستين من مجلس النواب، ما قدروا يجمعون العدد الكافي وانسحب سماحة السيد، راحوا وجهوا للإطار التنسيقي لأنه يشتغلون ببراغماتية، يقول لك احنا ما نفرط، إذا السيد انسحب احنا ما نفرط بهاي المناصب وبهاي الاستحقاقات. أنا أقول دكتور ما من الممكن أنه احنا نكون جزء من النجاح ونتنصل، ومن يكون فشل أيضا نتنصل، احنا المفروض شركاء. هو ما قاعد يقول لك هيك، هو قاعد يقول لك انه احنا طلعنا سبب الفشل، سبب الفشل اللي تقولون عليه راح بعيني، ايش وقت طلع استمرار الفشل والتلكؤ والفساد والتبعيه والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الميليشيات، هسه هاي الارهاب الميليشياوي وترك الحقوق والمهادنه مع المحتل. سيدنا دكتور عزيزي احنا هاي نجيها واحده واحده، احنا هسه هاي كلها الحكومه ايش قد صار لها؟ صار لها سنه. من نستعرض بالشارع يقول لك الحكومة عندها خطوات على طريق النجاح، ما نقول حكومة حققت إنجازات. هسا النصف حكومة عمرها سنة برغم هذه التركة أنه فاشلة، هذا هم ما 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 بإنصاف كثير يعني. إحنا جاي نشوف خطوات حقيقية على 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 طريق النجاح، هسا بالبنى التحتية بغيرها بالسياسة العامة نشوف أكو خطوات نجاح. أما مسألة التسلط وغيرها والتبعية هاي تكررت الكلمات وصارت طبيعية جدا يطلقها سماحة السيد على العملية السياسية. شنو الجديد بالموضوع؟ زين أنا أقول أنا بس إحنا السيد منافي يمكن يشاطرني بهذا الرأي. سماحة السيد هو عنده هواية تغريدات، لو أكو 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 رسائل بالتغريدات وأكو مشروع بالتغريدة عفوا التغريدة بيها مشروع زين. تمام وبيها مواقف مواقف تمام. أنا لمن أقرأ تغريدة سماحة السيد واحدة من تغريداته اللي هي حكى بيها على قضية الفساد داخل التيار الصدري. اسمح لي اسمح لي سماحة أقرأ لك. يقول باسمه تعالى أن أكون مصلحا للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وأن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين وبعض من الموبقات فهذا أمر جلل، فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار لمدة سنة. زين أنا أقول هو الفشل بس لأنه الإطار فاشلين وبقية الكتل السياسية؟ هنا سماحة السيد بتغريدته يشخص انه اكو فشل داخل التيار الصدري، زين اكو فساد داخل التيار الصدري، هو جاي يقول انا شلون اقود الاصلاح واكو فاسدين بالتيار تمام. وشلون اقود الاصلاح التيار يقول لك احنا الفاسدين عندنا احنا قاعد نحاسبهم. لا انا هنا اختلف. انا لما جاي وداخل بمشروع دوله، مشروع الدوله ما من الممكن انه انا اخذ المفسد اقعد هناك يم سماحه السيد واقول تعال منو عده عده قضيه. المفسد يسلم للقضاء والقضاء هو ينال جزائي، برئه يحبسه غيرها، اكو قضايا ما زين. هسه تصار بها كذا انت قلت جديد موضوع، لا هواي اكو جديد بقصه السيد مقتدى الصدر. اولا هناك من دعاه للعوده، اي اذا بهذا منو اللي دعا السيد الان للعوده؟ إذا وهناك من هجرني، يعني السيد مقتدى الصدر قاعد يتحدث اليوم بشكل شبه واضح اكثر من لا هي السابقة. هي قضيه الدعوات الى عوده سماحه السيد الصدر للعمليه السياسيه، طبعا بعيدا عن التيار الصدري، يمكن تشخيص سيد مناف صحيح، ما نحكي على القواعد الصدريه. بعض القوى الليبرالية اللي ما إلها أثر ولا إلها قواعد جماهيرية اللي هي تعول على وجود التيار الصدري سواء بالتظاهرات أو بالاحتجاجات، هذول ما عندهم جمهور، وين يروحون؟ يروحون للتيار الصدري في سبيل دعوته للعودة إلى العمل السياسي. هاي دعوة للعودة للعمل السياسي هم وأنا سمعتها هاي هواي هواي. هم يدعون سماحة السيد للعمل السياسي ويدعون سماحة السيد لمعارضة الحكومة، ليش؟ لأنه هم ما عندهم الأدوات، لا عندهم جمهور على أرض الواقع ولا عندهم قوة سياسية ولا عندهم أحزاب. حتى أرجع السيد مناف بسؤالي، أنتم الآن
كل ما تقعدون قال لك سيد مناف وقلت يا هذول حلفاء سيد سيد مقتدي. نعم. ذولا راحوا سيد مقتدي، ذولا كانوا ويا سيد مقتدي، ذولا كذا، هم الان مع الاطار، هم نفسهم ذولا اللي راحوا ويا سيد مقتدي رجعوا للاطار. ليش يعير التيار الصدري بانه ذولا كانوا وياك وسبع التيار الصدري؟ وين يعير وغير وين وليست سبع على الاطار وين وعلى يعير وين يعير التيار يعني مثلا هم اللي فاهمين هذا لا التيار لا الصدري. لا ابدا، انا حكيت بدايه حديثي قلت القضيه قضيه براغماتيه، مثل ما الاكراد يتعاملون براغماتيه والسنه يتعاملون براغماتيه، الاطار ايضا يتعامل. احنا اليوم امام الدكتور امام افرازات للعمليه السياسيه. الشارع السني صدر هاي الشخصيات والشارع الكردي صدر هاي الشخصيات. زين، طيب هو اذا اكو اشكال هم كلهم جاي يلتقون بكل قيادات البلد السنيه والشيعيه والكرديه. انا ما اقدر اليوم اقصي دكتور محمد اذا عنده قاعده جماهيريه وجاي نتاج انتخابات، هسه عندي عليه اشكالات اتوجه بها للقضاء والقضاء هو الفيصل. تمام. سيد مناف انا هي بنفس القصه هاي، يعني السيد مقتدى الصدر لما يقول ولم اهادن محتلا ولا بعثيا ولا ارهابيا، واضحه زين. خميس الخنجر اللي ويا الجماعه الان هو كان ببيت مقتدى الصدر. صحيح، صح لو غلط؟ لا بس الباقيين اللي هسه ببيوتهم هم هم مروا على بيت سيد مقتدى الصدر. هو يقصد ذولا ولا يقصد غيرهم؟ اذا سمحت لي هسه خميس الخنجر مع ما له ومع ما عليه ما يختلف ايضا عن رافع الايساوي مع ما له ومع ما عليه، ما يختلف عن علي حاتم مع ما له ومع عليه. هسه هذول بالنتيجه عراقيين. زين. مره يطلعون منا، مره يطلعون منا، مره يجون من التيار، مره يروحون من الاطار، مره يجون نادمين، مره يطلعون يحجون يعني باسم الدواعش وباسم الهاي. لا لا لا، احنا اليوم ذول الحاضنين السفيره نتحدث عنهم. ذول الشابقين هم سويها قبل نامه. زين. ذول اللي قاعدين يصلون عليه. يومية تلتقي بهم دماء الشهداء هاي وين تروح؟ هذا من الجاي؟ من الذي ماذا اسمح لي؟ من اللي جاي يقصف الامريكان؟ استاذ محمد هو انت تقول لي منو اللي جاي؟ من اللي جاي يقصف الامريكان؟ انا هذا اللي اتحدث عليه، انا هذا اللي اقوله اليوم. التيار الصدري يقصف الامريكان؟ ما له علاقه التيار الصدري اليوم. الفصائل قاعد تقصف الامريكان؟ الفصائل مع من؟ اليوم سولف لي مع من؟ شلون يعني مع من؟ اليوم الفصائل ويا من؟ ويا التيار ويا الاطار؟ قريب على الاطار صحيح ولا لا؟ انت اليوم من الذي يقف مع قتلة الشهداء؟ اللي يحضنون السفيرة لو التيار الصدر اللي يقف بهم؟ التيار هادن بهم لو ذول الهادنوا بهم؟ زين. اليوم ذول اللي يبيعون الفصائل ويبيعون الشهداء في سبيل الحصول على مكاسب سلطوية، التيار اللي يسويها لو ذول الموجودين داخل الحكومة؟ يعني هذا يقصد الخطاب للسياسيين. العدل من الخطاب للمواطنين يقول. تمام. بس أكو عمل أستاذ محمد. لا واضح. إذا سمحت. لا مو لفصائل المقاومة أقصد، هذا الخطاب للسياسيين لو الفصائل المقاومة. لا طبعا للسياسيين. تمام. فصائل المقاومة أولا ما تحتاج فصائل المقاومة. إذا سمحت لي يعني إذا بس أكمل الجملة. أنا أستاذ عماد قاعدين يمكن في برنامجك او في برنامج اخر من قرد السيد وطالب البرلمان والحكومه باغلاق السفاره الامريكيه. استاذ عماد شق هدومه ما قبل، قال هذا تاثر علينا وراح تطلع السفارات واحنا احنا احنا غير قادرين على مثل هذا التمثيل. اقول اليوم هنالك حاجه لغلق السفاره واخراج القوات الامريكيه؟ لو ماكو هنالك حاجه، ليش من يقول السيد الصدر يصير كفر؟ معناه يريد يفلش العمليه السياسيه، معناه يريد يسقط الحكومه، معناه من يصير ياتي الامر من خارج الحدود. تقول لا احنا اليوم لازم نطلع القوات الامريكيه وقاعد نسوي لجنه ثنائيه حتى تبحث عمليه انسحابهم ونسوي هاي الكلاوات. هذه المداهنه. اذا سمحت لي خليني اسالك مؤسسه الرجال، سألته بمثل ما أسألك، خليني أكون بالمنتصف. جاوبك يعني. يعني السيد هنا ينسف أي شيء، أي عمل مقاوم. لا على العكس، على العكس، على العكس. ما يذكر أبداً. لا هذا إلا جاي. لا يعني. ما خليك من سؤالي، منك من سؤالي راح تطلع القصة. لو هو يتحدث فقط على السياسيين وما لها علاقة القصة بالمقاومة وهذه التفاصيل. سي أستاذ محمد، أنا دا أفصل لك، دا أحكي لك، أقول لك يوم أمس السيد مقتدى الصدر
ومن طالب اليوم الموجودين في العملية السياسية اليوم منو بالبرلمان؟ تيار موجود بالبرلمان؟ لا، اللي يملك الأغلبية بالبرلمان منو؟ الإطار. لماذا يصعب على الإطار أن يعقد جلسة لإصدار قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق؟ طالب الحكومة طالبت. منو الطالب؟ رئيس الوزراء الآن طلع وقال يجب أن تنتهي وشكل لجنة ثنائية. محمد هذا ضحك على الذقون، وهسه الان يتحدث هو عن حكومة الكاظمي سيئة الصيت. هو مو كانت ايضا ترامب بنفسه طلع قال سوف ننسحب من العراق خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات. ليش من جو الاخوان لغوها ومددوا لهم وقالوا لا احنا هسه بحاجة المدربين وحاجة هذا اليوم نعلق على السيد مقتدى الصدر، نعلق على التيار الصدري، لو على الموجودين دماء الشهداء اليوم تسيل، من الذي يقف خلفه؟ انا طلعت بالتلفزيون وقلت اللي ابطال الاحداثيات الحكومه والقوات الامنيه لو الصديق اللي قال، الشريك المقدس اللي قال، السفيره الموجوده اللي قالت والتابع لها، اكو احد دز على السفيره وقالها عيب هذا الحكي؟ ليش تحجون؟ انتم يعني ما اعرف كيف تتعاملون مع القضايا استاذ محمد. السيد الصدر بيوضح هذا الموضوع انه لا هادن ولا قعد ويا السفيره ولا جاء من الامريكان ولا تبرع ولا ارهابي ولا اذا سمحت لي ولا تبرع بدماء الشهداء ولا اعطى الاحداثيات للمقرات الحشد ومقرات الفصائل الموجوده. اليوم من يتحمل هذه المساله هو الموجود طبعا. والشريك هو الذي يقول واضح. مو انا اقول واضح. الامريكان طلعوا بالصوره والصوت قالوا شكروا الحكومه وقالوا من اعطاناهم القوات الامنيه الموجوده تمام. روحوا حاسبوهم. تجي تضحك عماد علي؟ لا اضحك على روحك. هذا لا 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 بدون لا هو استاذ عماد بس قل لي هذا حاشي اضحك على الامريكي طلع الحجه مو انت قاعد تضحك يا عزيزي. يعني انا من ابتسم لقضيه انا مو اضحك سيد مناف عزيزي. انا اولا سيد مناف انت محترم واستاذ عماد محترم على راسي انا ما قلت شيء. انا ايضا دا اسال يعني اليوم دا اقول انا بحكي نكته. سيد مناف خليك هاي القصص اللي ذكرها الآن هو سيد مقتدى نفسه قال لكم يا جماعة هاي السفارة طلعوها قال لكم صدروا لكم قرار وقالوا للسفارة روحوا الله وياكم. هسه يطلع القائد هسه يطلع المتحدث باسم البنتاغون يقول القوات الأمريكية هي من زودتنا بالإحداثيات قوات عراقية. طيب أنا أسأل دكتور أولا اللي جاي يقصف واللي يمثل خطر القوات الأمريكية اليوم العراق وغير العراق يحتاج بعثات دبلوماسية والسيد الصدر يرفض التعدي على البعثات الدبلوماسية هاي قضية. زين احنا نقول ما نحتاج قوات أمريكية وقواعد أمريكية بقدر ما نحتاج اكو تمثيل دبلوماسي. هسه صارت لازم نطلع السفارة هاي قضية. القضية الثانية على المستويات هاي خل نقارن. أنا أصدق كلام رئيس جمهورية لو أصدق مثلا واحد قال منو هذا اللي صرح شنو منصبه؟ لا المتحدث باسم البنتاغون المتحدث باسم البنتاغون أنا أصدق منو مثلا إذا أريد أصدق ما هو بوش بنفسه طلع وقال العراق عنده أسلحة دمار شامل وطلعت القضية كذب. سيدنا عزيزي أنا أضحك وابتسمت لأنه مو كل شي تقوله أمريكا إحنا نصفق لو نقول صحيح. أخ شريكم بس اسمعني إيه نتشارك الشراكة العراقية الأمريكية هي الشراكة وهي زعيم من الزعماء. شنو غير العراق يحتاج شراكة اقتصادية ويحتاج شراكة دبلوماسية ويحتاج عزيزي سيدنا أنا ما قاطعتك فدوة تمام كمل. زين أنا لما أقول أصدق كل الروايات الأمريكية وهي قرآن منزل ولازم أصدقها وشو كلمات المتحدث باسم البنتاغون واضحة لتمزيق الصف وزرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي. أنا والله يقول لي المؤسسة الأمنية هي طتني إحداثيات ولازم أصدق ولازم أراصف المؤسسة الأمنية وأعلكم وتعالوا اعترفوا منه. هذه القضايا بعد ما تنطلي الكذبات الولايات المتحدة على الشعوب. أمريكا تكذب على الشعوب وتريدنا نصدق. مو هيك الحكي سيدنا عزيزي. اليوم قالت السفيرة لازم نصدق وقال الناطق باسم البنتاغون ولازم نصدق. مو هيك. بعدين احنا لما نجي للوجود الأمريكي أنا أسأل
نفترض اليوم الحكومة مشكلها التيار الصدري، شلون يتعامل ويا هذا الوضع؟ لا تسأل. ها لأنه ما لا تسأل. لا إيه إيه لا ما أسأل. لا ما أسأل. من شكل حكومة ها؟ لكل حادث حديث. أي تقولون؟ أنت تقولون؟ معلي سيد. عزيزي سيدنا. قبل تشكيل حكومة شكل ورد. عزيزي. تقولون لكل حادث حديث. عزيزي سيدنا. هذا انه احنا لما نجي لهذه العقائديات ونعتبر امريكا شيطان اكبر عم تعتبرها جيد فدو اروح لك خلي اكمل الفكره والله بس خلي اكمل الفكره انت مقلد انت مقلد لسماحه السيد الصدر سيد منار مو انا اريد اسالك مو انا اريد اسالك السيد الشهيد الثاني يقول الثالوث المشؤوم امريكا وبريطانيا وفرنسا والتيار الصدري عندهم ابن المرجع الاعلى ابن الفيلسوف وحاط سفير ببريطانيا يم الثالوث المشؤوم هاي ما حد يشكل عليها يا سيدنا خو هاي القياسات هم نقدر نرتها عليكم ونقول لك هيك وهيك احنا نقول سيدنا عزيزي احنا نقول السياسه فن الممكن سياسه فن الممكن اليوم انا اجزم لو التيار الصدري يتعامل بنفس خطوات الاطار بنفس يطالب بخروج القوات الأمريكية ويحافظ على التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لأنه أكو تمثيل دبلوماسي كل الدول تحتاجه تمام نحتاج الولايات المتحدة دولة مقابل دولة أنت ذكرت مراجع ودول المراجع بالنسبة لنا يعني قضيتهم مو سهلة إنه نتحدث أكيد مو سهلة هاي قصة الشبهة اللي يتحدث بها ردها يا شباب هاي قصة انه ابن المرجع اللي ثالث المشؤوم قاعد بلندن هاي القصة يشتغل بلندن كسفير يعني مو ناطق باسم المرجع ما له علاقة هذا موظف في الحكومة العراقية اليوم قبله منو كان موظف بحكومة بين العباس سيدنا موظف بحكومة بين العباس ابن يعني هاي جريمة كبرى ابن الفيلسوف اذا سمحت لي ترى هاي ما يصير هذا التوصيف والله العظيم قاطعت براحتك سيدنا والله العظيم كمل خلي كمل قول موظف بالدولة العراقية اي موظف لعشان اقول مو بحكومة بين العباس حقي هسه هو حكومة بين العباس ما مختلفين فيها بالدولة هسه هو اذا راحت هاي الحكومة وجدت دولة ثانية حكومة المختار الثقافي غير على الجسمه مو هذا القصد يا عزيزي هو المساله مو لف ودوران ابدا مو لف ودوران لا والله يعني في اساليب دبلوماسيه لما يطلع ممثل البنتاغون يتحدث امام ويشكر الحكومه ويشكر القوات الامنيه هسه خلينا نكمل حكايتي ما يصير بعد كذب اخوي عم يكذبون هسه اكمل يطلع الكذاب ها ويتحدث امام الاعلام غير بال يعني الاصول تقول له كذب لا دز الخارجيه رئيس الوزراء السفيره يوجه لها كلام شديد اللهجه يطالبوها يعني يطالبوها بالمغادره يطالبوها بالاعتذار يطالبوها انا وانت نقول كذب نحكي عن بعد من يقول كذب الدليل على كذبه شنو انت تملك الدليل انا املك الدليل سبق وان كذبوا بقضايا اكبر من هاي اذا سمعت لي عزيزي هو اللي كذب اليوم صديقي لو صديقكم عزيزي هي هاي مسألة الصداقة هاي مسألة الصداقة مو هيك والله انا عندي وقت قليل اذا سمحت لي وجاي اترك لك المساحة بالحديث اليوم احنا نتحدث نقول اليوم البرلمان والحكومة هو تابع للإطار لا يوجد تمثيل للتيار حتى نعاتبه الشماعة مالت التيار شتوا تعلقون بيها نوخرت اليوم ما عندكم شماعة ثانية حتى يكون شريك هسه انت تسولف ادري هو كان موجود سيد هو كان موجود هذا الامريكي من 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 2003 ولا حد لهي اللحظه ما مختلفين فما وخر يعني هو من جدته موجودين هم كان صديقكم اذا سمحت لي لا هي هذا السؤال لا هو خليني اجاوب من كان التيار الصدري قاوم كان يقولونه مو هذا كان كفر منو كان يطلع المعلومات عليه الجواسيس اللي كانت تطلع الامريكان صوله الفرسان منو سواها انا سويتها علي من كانت صولة الفرسان يا أخي ليش ننسى هذا التاريخ طبعا. واليوم نيجي نحكي نقول التيار مشارك في كل الحكومات يا عم هو من الضرب التيار من القسمة من السواء اليوم ما شاء الله فصائل وكتل سياسية موجودة داخل الإطار بعدين تحدث لي على الفساد قول ما بالتيار باسدين وتجي تستشهد تشكل على نفسك هو السيد الصدر جيد هو ده يقول أنا أصلح بالعراق وعندي فساد أول من يقوم بالمحاسبة السيد الصدر أول من يحاسب واللي حاسب الصدر ثاني يوم يأخذ الإطار زين. يا أما أسوي رئيس هيئة
لو مستشار رئيس وزراء، لو يعطي وزارة، لو يعطي. يا أخي كيف تتعاملون؟ يعني ترى الناس اليوم والله فتحت باللبن، تمام ما تمشي عليها من الأشياء زين. أنا ما أدري، أنا أقول هاي مفهوم دكتور عزيزي، هاي مفهوم الصداقة اللي دائما تتردد. إيه أنتم هسه أصدقاء الأمريكان. شوف شوف الخطاب. لا لا اسمعني سيدنا، إيه؟ أترجاك. خطاب السيد السوداني واضح بهذا الخصوص تحديدا. يعني الولايات المتحدة اليوم، الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، تمام، هناك عدد كبير رافض لوجود الأمريكي بالعراق وبغير العراق، زين تمام. هذا اللي يرفض الوجود الأمريكي هو أمريكي، ويرفض الوجود الأمريكي ويرفض قوات أمريكية بالعراق وبغير العراق، هذا أنا أسميه عدو؟ هذا صديق زين. ما أنا وياه بنفس وجهة النظر، هذا إحنا ذول الأصدقاء، مو الأصدقاء اللي جايب قواعد وحاطه. هاي مفهوم، إحنا لا نأخذ المفردة ونسوقها بالإطار اللي نريده وبالكيفية اللي نريدها، تمام. هاي المفردات دائما تتردد. هسا احنا هم دخنة، هم مواطنين دخنة، شي تضرب الامريكان وشي تقعد ويا الامريكان، من تجيهم تلقاهم اثنينهم سوا قاعدين سوا. منو اللي قاعد سوا يعني؟ منو اللي قاعد سوا؟ اسمعي مات سمعني. لا سيد لا مو اسمع، فدي اروح لك يعني. احنا عندنا منو اللي قاعد ويا الامريكان؟ لا مو منو قاعد ويا الامريكان، لا لا يعني ما ادري. انا ما اقول منو قاعد ويا الامريكان، دكتور يقول قاعدين سوا. بس اسمح لي، كحكومه اكو قسمين الاطار، قسم به فصائل زين، وقسم ب مصدية للأحزاب السياسية وبرلمانيين وبالحكومة. تمام. الجماعة بالحكومة قاعد يتعاملون مع الأمريكان زين، الجماعة بالفصائل قاعد يضربون الأمريكان زين. زين دولة ما لهم علاقة بدولة، شلون؟ أنا بهذا السؤال راح أسأله بغير طريقة. إيه الإخوان بالتيار الصدري إيش وقت قاوموا الأمريكان؟ يا سنة بدت مقاومتهم للأمريكان، من بداية الاحتلال، من بدايتهم، من حكومة الجعفري، مو ايه؟ حكومة الجعفري منتخبة لو غير منتخبة؟ منتخبة. هم كانت عندهم وجهة نظر بأنه لا محتلين ولازم نقاومهم وتمام. ايه؟ هاي كانت طبعاً. كانت هاي الفكرة. ايه؟ أكو قسم من الإطار الشيعي كان يقعد ويا التيار الصدري يسولف ويا التيار الصدري. طبعا. شنو المشكلة لعد؟ مثل ما كان الإطار يسولف ويا التيار. يعلس بيه همينة. نعم. وكان يعلس بيه. سيدنا أترجاك. سيدنا إذا سمحت لي، أنا هاي ما أصدق بيها من الباب الاستوديو. ليش؟ تدري ليش؟ تدري ليش؟ لأنه الإمكانيات العد الولايات المتحدة ما تعتمد على واحد تعال ذول هنا قاعدين. لا أصدق بذيك ولا أصدق بهاي إنه كو علاسة. هسه ايش قد طلعت بمنصات تابعه تسمى تابعه للتيار الصدري تطلع احداثيات الفصائل وهاي، حتى هاي انا ما اصدقها، لانه الولايات المتحده عندها من التقنيه ما تعتمد على هاي القضيه يا دكتور زين. هاي القضيه تخوين بيناتنا، واحد انت على ستني وانت هاي اصلا غير لائقه. لا لا بس ولا ولا نحكي بيها المفروض. اذا وقتي بس استاذ عماد. لا انا مو هذا اللي اقصد عليه، بس لا اسمعني. النظره كانت في ذلك الوقت، واحنا موجودين يعني مو بعيدين عن الجسمه، الإخوان الموجودين في مجلس الحكومة واللي بعدها شكلوا الحكومات اللي شكلوا البيت الشيعي، كان يعتبرون التيار الصدري خارج عن الإرادة الشيعية لأنه يقاوم الاحتلال. مثل ما هسه كلهم الدعوة والمجلس والبدر مثل ما هسه يعتبرون الفصائل اللي تقصف القواعد الأمريكية خارجين عن القانون وخارجين. صح واضح. نفس العملية. نفس العملية. ما أختلف وياك في هذا الموضوع. أنا أقول حدد، وأنت تدافع عن الجميع اليوم أستاذ عماد. أنا عزيزي أنا أقول إذا أنا مثل ما كان موقفي من أنا أقول لك حدد. أنا يعني قسم من البداية ينظرون إلى الأمريكان بأنهم أصدقاء وبأنهم أصحاب فضل وبأنهم غيروا النظام السابق وبأن الحوار معهم لابد أن يكون حوارا سياسيا بعيد عن المقاومة العسكرية. أتفق. وهذا القسم موجود تحت هذه اللحظة في الإطار التنسيق مو في التيار. لا سيدنا أنا شو أقول؟ أنا أقول مثل ما مقاومة التيار الصدري وبقية الفصائل اللي هي كانت ورقة مهمة جدا استخدمها السيد المالكي وأخرج الأمريكان عام 2011 زين، شنو الضير اني هذا مو صحيح. اسمعني يا سيدي، شنو الضير؟ شنو الضير انه اني ما استخدم ورقه المقاومه والورقه الدبلوماسيه هسه واضغط على الامريكان؟ انت تريدني اوقف بطرف؟ مو صحيح ان افرط بجهه. الناس يقول لك هاي دولتنا وهاي دولتنا وانا من اصير بيها بالحكومه. هاي دولتي، هاي مو دوله امريكا. واضح. امريكا اليوم باكر عقبه زائله، والتيار كان من يشتغل كان ما يشتغل عند الامريكان، من كان يشتغل بدولته
دولته، هاي دولته اللي هي إله اللي طمنها تضحيات. ليش بس اسمح لي، ليش تستنكر عليه هو يشتغل الآن بالحكومة؟ لا 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 وما تستنكر على نفسك كنت تشتغل بالحكومة. إذا سمحت لي أنا لا، الحديث مو بهذه الصيغة. هذا سؤال. لا العفو. أنت جاوبه بطريقة مختلفة. مو بهذه الصيغة اليوم. بس اليوم الشراكات اللي موجودة سابقاً. واللي يتحدث فيها موجود التيار الصدري واللي هو ما يا استاذ عماد ما في يوم ايام واحد قعد قال التيار الصدري ما كان شريك. اكو نقطه واحده فقط هي اللي ما تستوعبوها انتم، انه التيار الصدري يوقف عند نقطه محدده وقال لهم، قال السيد مقتدى الصدر قبل تشكيل الحكومه قال لهم انا مستعد للحوار على شرط ان نعمل على ازاحه جهاديه. اليوم لدينا مجموعة من الفاسدين المحميين باسم الكتل وباسم الأحزاب وباسم الإطار وباسم الشيعة وباسم اليوم ذولا ما مسموح الحديث عنهم، ذولا هم من يتحكمون برقاب المواطنين، هم من يبيعون المقاومين، هم من يتحدثون على أنهم يملكون الذكاء السياسي. محمد رجال لا تسهلني، لا رجال تعرفهم وعماد يعرفهم ما نعرفهم والشعب يعرفهم والله يعرفهم. عف عف لا خلص انت اذا جايبني هنا نجرنا لا من راح اجيب انا راح ما اجاوب رجال عماد راح يعني عن وقتي محمد راح اعطيك اسماء محمد رجال لا تعطيني اسماء رجال بدون اسماء رجال بدون اسماء بدون اسماء انا راح الحر بالاشاره يفهموا تمام زين اسمع انت حتى لا لا مشكلات قانونيه خلي الاسماء يعني انا اتحمل الاسماء لا لا ما جاوبك يعني بالنتيجه ما جاوبك يعني افهم سؤالي حتى افهم سؤالي تنسى غادر مباشره مناف اسمع سؤالي اذا ما عجبك لا تجاوبه قل لي انا ما جاوبك تمام واحد من الاشخاص اللي يريد السيد مقتدى الصدر محاكمتهم ومحاسبتهم هو المالك مالك يا 4-8 سنوات رئيس وزراء اخطاء وكذا وما اعرف ايش هذا هاي وجهه نظر السيد انه حاسبه يريد يحاسبه بملفات عنده ويحاسب قانونيا من صار تشكيل الحكومه السيد مقتدى الصدر اتصل بالمالكي نفسه وطرح عليه قضيه السيد جعفر الصدر زين شلون انت من باب تحاسبه وشلون من باب تتصل بي تطرح عليه رئاسه الوزراء يعني وشراكه اسال السيد مقتدى الرجال يعني ما جاوب ما لا هو بالنتيجه حقيقه وجهه نظرك تقول هذا سؤال هذا انا ما اجاوب عليه بالجسم انا السيد مقتدى ما يستقبلني ما ادري ليش اذا سؤال ما ادري ليش انا استقبل الاعلاميين كلهم على لا على واحد استاذ محمد اذا سمحت لي اولا يعني اي مشروع اصلاحي يراد له الكثير من العمل في بعض الاحيان زين في 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 بعض الاحيان ايضا حتى اكون واقع وياك بس احنا نطالب بالش اسمه هاي بس امكانيه تحقيق هذا الامر مو شرط ان يتحقق الاخوان اصلا ما يقبلون الحديث عن هذه المساله يعني مساله محاسبه الفاسدين هسه انت ذكرت رمز ها وصل بديت من القمه ليش هم الاصغر منا احد حاسبهم نساء رجال ما اعرف شنو كل الدورات البرلمانيه كنتم ممثلين سيدنا بالمجلس ما فد يوم استجوبتوا فاسد فاذا وانتم هسه موجودين لا هسه استجوب الفاسد هسه ما يخالف هم يشكلون علينا يقولون احنا فساد سيدنا فدوا مو انت وقتك قليل الله يخليك بس اذا سمحت تفضل يا اخي يا عزيزي يا بعد بيتي فدوا هسه انا شفتني فد يوم دافعت لي عن فاسد ابدا انا بقول بس مو هاي الفكره اذا سمحت لي هو انا اتحدث اقول بصوره عامه العمليه اقول هسه التيار الصدري مره من يجي هو يحاسب تقول ودوه للقضاء من يوديه للقضاء هسه النوبه تردون تسوون لنا مشكله ويا القضاء هسه جاء لي القضاء وجهه نظره ما عنده ادله ما عنده ما ادري شنو البارحه هشام قاعد ياك هنا ها عجبتني والله البارحه هشام قاعد ياك هنا مو اقول لك واحد كبير طلع بقرار قضائي أيه. واحد صغير طلع طلع لان عمره كبير واحد طلع عمره صغير أيه. هذا نقد للقضاء لو مو نقد للقضاء زين انا شنو علاقتي بهذا الموضوع هاي الفكره والله سيدي والله مو هاي الفكره اذا انت اليوم لا انت تريد تقول هو يجي يدخل القضاء ويطلع بالجسر ما اقول انا لا تقولني بالجسر انا قلت عيب السيد بس عيب السيد اقول بنقول السيد هو يحاسب يقولوا لا ما يصير اكو دولة واكو قانون اذا اكو فاسدين يتحولون للقضاء القضاء هو يحاسبهم
زين هسه هو ويحول للقضاء والقضاء يطلعهم يقولون والله هذا الكبير طلعوه وهذا صغير ما قابل على قرارات القضاء. بالنتيجه استاذ محمد احنا اذا ما نخلي لنا نقطه شروع حتى نوصل بها، واقول يعني كانت يعني انا اعتقد هذه من اهم التغريدات اللي يعني طالب بها السيد الصدر، وهو نبدا ازاحه جيليه. هاي واضحه جدا، هذول فزوا ماكو، خلينا نبدا مرحله جديده. ما حد وافق قبل لا تروح، وما حد يوافق قبل لا تروح. هاي التغريده تعني انه بدايه عوده للسيد مقتدى الصدر للعمل السياسي، لانه تفصيل بقضايا سياسيه الحلفاء السابقين ضربهم. أنا أعتقد أنها بداية استراتيجية جديدة، والعمل السياسي لا يقتصر على التشريع والتنفيذي. التواجد ضمن القواعد الشعبية هو من ضمن العملية السياسية ربما أهمها وأخطرها. يعني أكو تظاهراتك ممكن ممكن ممكن، وأنا أعتذر لأن عندي التزامات. حياك الله سيد مناف، شكرا لك. شكرا لك، ممنون جدا، شكرا لك. هاي عودة للسيد مقتدى الصدر لو نهاية؟ لا أنا ما أعتقد عودة للسيد، ولا السيدة قسم شرعي وهو عد هذا القسم. هذه التغريدة هي كانت يبين بها الأسباب لعدم عودته. أكو خذلان، تمام، أكو خذلان من 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 الشعب العراقي، يعني يقول وأكو خذلان، وأكو مع حتى مع المتحالفين مع مشروع الإصلاح أيضا يشكل عليهم بهذه التغريدة. لكن أنا ما خلاني السيد، أنت سألته وما جاوب وما خلاني أجاوب لأنه وقته. أنا أقول إذا كانت العملية السياسية يشوبها الفساد منذ عام 2003 لحد الآن، أنا أجي أستعرض دكتور من 2005 أو 6 التيار الصدر دخلوا للعملية السياسية إلى 2023 انسحبوا، عندهم أكثر من 200 نائب عبر هذه الدورات. عندهم استجوابين دكتور، استجوابين بالبرلمان للتيار مع حجم هذا الفساد الهائل بالعراق، وين الدور البرلماني للتيار؟ زين زين، أنا أقول اليوم إذا يمثل، بس ليش بس هما؟ يعني هسه أنا ما أدري، طلع الرجال هسه أنا ما أدري، وأنا قايلها، خليني أنا وأنا قايلهم الكرد ما عندهم ولا استجواب، الكرد ما والسنة ما عندهم ولا استجواب، وين الشيعة الباقيين؟ الشيعة أكو هسه أكو بعض الأسماء وبعض الشخصيات عندها استجوابات. زين تمام، عدت استجوابات وأقالت وزراء زين، لكن كتلة بحجم الإخوان بالتيار الصدري، هذا الكتلة الكبيرة وهذا العزم الكبير والشعار الكبير لمحاربة الفساد ما عدتهم على المستوى البرلماني. زين، وهو دورهم الدور البرلماني يحتم عليهم، يحتم على النائب أن يكون دوره رقابي وتشريعي. على الدور الرقابي ما عدتهم إنجاز بهذه القضية. اثنين دكتور، القضية مو هيكي، القضية مو هيك. احنا اليوم الناس بالشارع يقول لك التيار الصدري هو كان السباق بتشكيل كل هذه الحكومات. صحيح، شنو الثقة بعد اللي انه اجي اعطي مرة سابعة وخامسة وسادسة يجي يفرض علي ويقود هاي المسيرة ويشكل حكومة؟ مو هو كل اختياراته، تمام، كل اختياراته ما كانت موفقة. تمام، اكو تحليل يقول انه بعض الرسائل اللي يوجهها السيد مقتدى الصدر الان هي تتعلق بالتيار الصدري أكثر من غيره في الوقت الحاضر. فعلا، لأسباب موجودة داخل التيار الصدري، لأنه بعض السياسيين داخل التيار الصدري يعني ما موافقين مثلا على الانسحاب. أكو يعني هسه هي هاي مهما تشوبها الكثير من الغموض. تغريدة سماحة السيد جت وراء زيارة السوداني وظهور سيد حميد الغزي ومحافظ الناصرية اللي هم ذات صبغة صدرية، نزلت هذه التغريدة. أنا أعتقد أنه السيد جاد بمقاطعة العمل السياسي نهائيا، أي لكن هو أكو قضيتين، يعني ما عنده أي عودة. أي ما أعتقد عنده عودة، لكن هي أكو قضيتين يعني اللي حركن المشهد. القضية الأولى، جمهور التيار الصدري يجب أن يمثل بالعملية السياسية دكتور، وهذا مهم. زين، هسه نختلف نتفق وياهم، ناس عندهم قاعدة جماهيرية يجب أن يمثلون بمجالس المحافظات وبمجالس النواب. القضية الأخرى، اكو بعض الشخصيات اللي داير ما داير سماحة السيد تريد تشترك، هو ما يريد. داير ما داير السيد لو من احنا خلينا نفصل بيانات بشكل صريح. سيد مقتدى الصدر داير ما دايره مو هم نفسهم جماعة
السياسيين اللي يشتغلون مثلا كنواب يشتغلون لا لا كلا. اكيد اكيد اي اي اكيد اللي داير مدايره منين يعني يعني هسه هي انا ما اقول الدائره مدايره انا ما اريد احكي عن اسماء ولا الاسماء انا ما اقول الملتصق بسماحه السيد التساق مباشر أي. لكن هو اللي يدور في فلك سماحه السيد يريد يشترك هم عنده رؤيه يقول لك انا اريد امثل جماهيري زين لكن هو ما لحد هاي اللحظه لحد هاي اللحظه انتم يعني انا اقصد الاطار نعم الأحزاب السياسية بالإطار هسه ما نعتب على الأحزاب السياسية الأخرى البراغماتية اللي يعتبرونها قضية قصية يعني قضية داخلية بين الشيعة والشيعة المفروض يحلونها. سيد مقتدى الصدر بتفاصيل كلش هواي المفروض يعني المفروض تقدر مو فقط تحترم. ابن مرجع وهذا المرجع شهيد من عائلة مجاهدة مضحية محترمة كذا كذا تفاصيل كلش هواي مؤثر بالشارع هذا سياسيا إلى عنده قاعدة جماهيرية جدا قوية يعني أودي له هذا العامري يقعد هناك ويرجع وبعد كل شيء ماكو خسأل أول مرة قال لك يا أبا أنا ما راح أشترك بالعملية السياسية مرة ثانية على الأقل أكسب مقتدى الصدر لساحتي وأنت الآن عندك ساحة مفتوحة مع الأمريكان عندك ساحة مفتوحة مع إسرائيل عندك ساحة مفتوحة مع كذا كذا أليس من المفترض أن يتغير نوع التعامل مع سيد مقتدى الصدر شخصيا والتيار الصدري عموما يعني أنت تريد رأيي دكتور؟ أي أنا برأيي من الإجحاف أن يفرط بالسيد مقتدى الصدر ومن الإجحاف أن يفرط بالقاعدة الجماهيرية للتيار الصدري. هسه نجي للحيثيات. أكثر من زيارة للسيد العامري لسماحة السيد بالانسداد السياسي تمام؟ لأنه ممكن السيد العامري هو الأقرب إلى سماحة السيد وعنده فت خصوصية ما لقى صدى وما لقى استجابة لمجرد يوصل للباب تنزل تغريدة السيد لا شرقية ولا غربية مو كنا نتذكرها صحيح هاي الردود خلت حاجز عند البعض أنه أنا أروح وحالي حال السيد العامري هما ماكو استجابة لكنه أنت من تجي للواقع وشلون لازم يصير لا لازم هذا 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 الجزء الأساسي من المكون الشيعي يجب أن يكون ضمن هذا ضمن هاي البيئة وضمن هذا النظام السياسي ويكون إلى دور فعال نختلف نتفق مو بهذه الطريقة تدار الأمور لا اليوم التيار الصدري هسه بغض النظر مجالس المحافظات انتخبت وكملت وكذا وأعضاء مجالس محافظات من يقدمون خدمة ما يقدمون خدمة للجماهير كتلهم السياسية لكل العراقيين لكن هذا ما يلبي رغبة الإخوان بالتيار الصدري الداخلية أنه فلان أنا صدري يجب هو أن يمثلني يجب أن يمثلون الأخوة بالتيار الصدري لكن تعال شلون تحل هاي المعادلة وتوازنها شكرا أستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي شكرا لك شكرا جزيلا عماد وشكرا أيضا للدكتور مناف الموسوي غادرنا قبل قليل أنا أشكره هواية على وجوده وأشكركم مشاهدينا الكرام في أمان الله